بس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريان من قناة أكرم سيدي. في اليوم راح جاي لكم فيديو جديد، طبعا جايب لكم قصة سجلتها باللابتوب، طلع والله ما أدري كم سطر الزبدة. الحين بقرا لكم هي، ترى قصة حقيقية صارت معي. يمكن قبل 6 أو 7 سنوات والله ما أدري، بس راح أعطيكم الزبدة. يوم كنت ساكن في جدة زمان، كان عمري يمكن 5 أو 7 سنوات، رحت أنا وأبوي الكورنيش حق جدة زمان، وأنا قلت لأبوي أبي أستأجر دباب، قال لي طيب الزبدة في الثلاجة. بعدين أبوي راح عند صديقه حق الدبابات اللي دائما نستأجر منه دبابات، عنده دبابات الزبدة. قلت أبوي أبي أسوق لحالي. أبوي قال لي طيب. يوم ركبت الدباب من غبائي قلت له زود السرعة، تعرفون المسمار اللي جنب هذاك، قلت له زود من هناك السرعة. قال لي طيب، بيزود السرعة سرعة الدباب. بعدين دقيقة بالله، لا انتو لخبطتوا بأم ال اوكي، ما علينا، ما لخبطنا بولا شي. ابوي طيب طبعا قاعد أسوي لكم الحلقة هذه وأنا صائم، فحلقي مزكمة. بعدين إيش سويت أنا؟ دعست بنزين، وبنفس الوقت على دعسة البنزين لفيت طارة الدباب، انقلب الدباب فوقي. أنا جالس أضحك وأقول له أبوي تعال شيل الدباب من فوقي. ابوي جاء وهو مفجوع، بعدين الحمد لله ما صار لي ولا اي شيء، ورجعنا الدباب الحمد لله. بس المهم في الموضوع مين صاحب ابوي. اوكي، تعرفون سفاري اي سفاري الجزر الخامس، اكتبوه روحوا. تعرفون مقدم البرنامج والله ما ادري ايش اسمه، الزبده هو من صنطة، هو من سلطنة عمان. خلاص خلصنا منك انت، خلاص شكرا لك. اللي عيش سفاري المقدم حق الجزء الخامس، وبعد في اجزاء بس ما ادري كم، روحوا. هذاك هو كان شو اسمه عنده دبابات في جدة، هذاك هو والله ما اكذب. اني يوم تفرجت على السفاري تفاجأت، قلت اوف هذا هو اللي في جدة اللي يستاجر الدبابات، هو بعد ما لقيناه في جدة. هنا تكون نهاية القصة، اتمنى انها عجبتكم. بس قبل ما انهي المقطع اتمنى ابغى اشوف عدد اللايكات اللي توصلوني. ما هي معقول انه عندي 29 مشترك وما اقدر اوصل 10 لايكات. هنا تكون نهاية المقطع او الفيديو والقصة والحلقة. اتمنى انه عجبكم، اذا عجبك لا تنسى لايك وسبسكرايب. اذا تبغى اكثر قول لي في الكومنت من القصص، لكن راح اجيب قصص احلى. يلا السلام عليكم. السلام عليكم.